الحزام الأخضر، شنو يعني الحزام الأخضر؟ وين موجود؟ بحثت ودورت وسافرت ووصلت. أنا حالياً في مدينة كربلاء. في بداية عام 2006 انطلق المشروع في تأهيل حزام كربلاء، لكن تعرض للإهمال. اليوم يرى النور بجهود كوادر العتبة العباسية المقدسة. السؤال هنا، ما هي فائدة الحزام الأخضر؟ وما دور العتبة العباسية في الحزام؟ كل هذه التفاصيل راح تلقوها بهذا الفيديو، ابقوا ويانا. طبعا فائدة الحزام الأخضر، اولا حماية المدينة من العواصف الرملية والحد من التصحر، وكذلك توفير فرص عمل للشباب. زرعت عشرات الآلاف من الأشجار، أبرزها النخيل والزيتون وأيضا أشجار أخرى. كما تلاحظون أحبتي المشاهدين، هذا الزيتون وطبعا كله مثمر، أشجار مثمرة. طبعا هذا الزيتون وهذا الثمر مالته. دور العتبة العباسية في الحزام الأخضر، في عام 2006 انطلق المشروع لكن تعرض للإهمال وكان شبه منعدم، لكن اليوم نرى النور طبعا بجهود كوادر العتبة العباسية كما تشاهدون الآن. هذا هو الحزام الأخضر أمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من سماحة السيد المتولي، سماحة السيد أحمد الصافي المتولي العتبة العباسية المقدسة، تم توجيهها أنها بإعادة تأهيل مشروع الحزام الأخضر بعد أن كان متهالك. شرعنا بتأهيل عدد من الحدائق، وأن يكون كان توجيهها الأساسي من سماحة المتولي أن يكون متنفس لأهالي كربلاء. حاليا يعني أنشأنا أكثر من 30 واحة خضراء تكون متنفس لأهالي كربلاء ولزائرين الإمام الحسين عليه السلام. بجدوى اقتصادية للمشروع، منها التمور والأشجار الزيتون أيضا. هذا العام يعني أكثر من 190 طن من إنتاج التمور، منها الاستخدام البشري ومنها الاستخدام الأعلاف. بخصوص أشجار الزيتون أيضا كان عندنا هناك إنتاج واستخدمنا من عنده واستفادينا من عنده في بعض المصنعات. وبخصوص أنه طول الحزام يعني المشروع 27 كيلو بعرض 100 متر، امتداده أنه يمتد المشروع من طريق عين التمر، المقطع الأول من طريق عين التمر إلى طريق الرزازة، والمقطع الثاني من طريق الرزازة إلى طريق الألف دار. المشروع مفرح، ويا ريت نستغل أراضينا بهيج مشاريع ناجحة ورائدة. نلتقيكم إن شاء الله في مشروع جديد وفي حلقة جديدة. في أمان الله.